FM. الكلمة ليك. عمار عمرو سيا النائب عن جبهة شعبية ضيفنا في الانترفيو دو جور. الانترفيو دو جور. الانترفيو دو جور. صباح الخير سي عمار، شنحوالك؟ صباح الخير. لاباس؟ يعيشك لاباس. الحمد لله. أول سؤال، استشهاد بكارل ماركس البارح من قبل يوسف الشاهد، هل هي رسالة رمزية مشفرة إلى جبهة الشعبية في عمق الإيديولوجيا متاعها؟ بالك كيفاش قريت هالاستشهاد هذا السيتاسيون اللي قالها؟ هو سي يوسف الشاهد من اللي ظهر تقريب مرتين في مجلس النواب الشعب، الخطاب الأول أثناء منح الثقة، معمل قولتين، واحدة استعارها الشهيد الوطن شكري بالعيد نقبل تونس وربطوا ساعتها بمقاومة الفساد، والثانية في نفس الخطاب هذاك استحضر أبيات شعر الشاعر التركي العظيم ناظم حكمت اللي عدى عمره يقاوم في الاستعمار ومنفي وإلى خير. يعاد المرة هذه هانو بداها بدل بشوي قرآن، وحتى الآية قرها فيها غلطة راهو، وبصفة شنين الغلطة؟ إيش ما غلطة في اللغة، احنا بيدنا بقينا نضحكوا وبعد ما نعرفوش كيفاش دخل ماركس، سيدخل ماركس واللي من يوجه في الخطاب هذاك، هو مطلوب أن يوجه خطاب شعب تونس أغلبيته ساحق، مطلوب باش يوجه الخطاب جزء صغير، وشكون جاب الشعب؟ عندوش حق ياخذ ريفيرونس سي لا دون شك هو عنده كل الحقوق، ولكن بصراحة ثم حاجات تخرج وثم حاجات ما تخرجش، ثم حاجات ما تخرجش. أنا وتو مثلا وقت الاستعارة تاع شكري بالعيد، هي شكري بالعيد قال الجملة هذيك وهو ذاهب باش يعطي حياته لتونس، كيوسف الشاهد جاء نهارته وهو ماشي الكرسي ربما ما حلمش بيها أما حطوه فيه. وكذلك يستعير نظم حكمت، نظم حكمت من منفى لمنفى من سجن لسجن، ولكن يوسف الشاهد أنا واحد من الناس ما نعرفوش راه، والأغلبية ساحقة نتاع تونس وقتاش عرفوه، ثم شوية ذوق الحقيقة. ثم شو استعارات خاطئة معناتها حسب رأيك أنت يا عمار؟ استعارات ربما أنه يخلي الناس يبقوا يحكوا على حاجات كيمكة في حين أنه هو وليس في مقام بشاعة النصح على الأقل المعارضة في تونس، والجبهة الشعبية جزء صغير من هذه المعارضة، وقت يقول نرفعوا الخطاب السياسي هم يلزم يرفعوا الخطاب السياسي، حزبه حزبه خموا في النداء هو بالحق، انا خاطر معاش النجم بالك انت سي عمار يا اخي، نداء توك النخله تفرتت في كل بلاصه، هاي في النداء في النداء اخي، خلوني النقاش على ماهوش الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت الحالي. انا الحقيقه من المره الاولى مع احترامي للشخص ما عنديش مشكله مع شخص، انا مناسب من جهه انه اداه طيعه لقصر قرطاج، هذا مناسب اذا كان البلاد يلزمها واحد على مقاس قرطاج والقصبة تولي قرطاج. أنا أمس مرة قلت له كلمة تعدت هكاك، قلت رئيس وزراء مش غلطة راهو، مش سلام، مش رئيس حكومة، رئيس وزراء، خاطر رئيس وزراء في وزير أول معناتها أي مش رئيس وزراء، وزير أول أي رئيس وزراء ولا وزير أي رئيس وزراء ولا وزير ولا ما مش رئيس حكومة، من ناحية أنه ينجم يكون أداة بيد قرطاج وينجم يكون أداة بيد رؤوس كبيرة، أنا كنت نتمنى وكم أتمنى أنه اللي يحكموا التوانسة من وراء الستار يظهروا هم ويشكلوا حكومة. شكون الرؤوس الكبيرة سي عمار؟ لا رؤوس كبيرة نتاع فساد، بس كنت تحكي على لوبيات، تحكي على لا لا لا. على شنو جماعات، شكون هذوما يا خيا أشباح؟ شوف لا 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 أشباح ولا هم يحزنون، التوانسة البسطاء منهم يعني شو معناها، اللي ما همش متسيسين ياسر، اللي مقروش برشا، اللي في الريف، اللي في المدينة، أنا نتنقل في البلاد الكل نعرف اللي التوانسة يتناقلون أخبار الفاعلين الأساسيين في المشهد السياسي حكما ومجلس وخاصة قصة قرطاج، ولذلك الأسماء مش المشكلة في الأسماء، المشكلة في اللي حركوا فالناس هذم، ولكن هذه الأوضاع اليوم تاع تونس وضع صعيب
على جميع الأسعدة. أنت قلت سي عمار كلام مهم، قلت معناتها سي يوسف الشاهد يحكم بقرطاج ومربوط بقرطاج. في التسريبات الأخيرة والتسجيلات اللي سمعناهم في الاجتماع متاع المكتب السياسي لنداء تونس، ظهر من الكلام أنه سي يوسف الشاهد معناتها هارب تماما من السيطرة متاع سي حافظ قايد السبسي ومتاع الشق متاع سي حافظ اللي هو قريب زادا، بما أنه ولد رئيس الجمهورية قريب القرطاج وقريب للسلطة الغادي. سي يوسف الشاهد ظهر من التسجيلات هذه أنه عنده الاستقلالية متاعه وعنده هو مش تحرك، وأنه مش قاعد يقضيهم في قضيتهم ولا ماهوش قاعد ماشي في هواهم، وعنده فهمتي مصالح متاع دولة قاعد مراعي ظروفها وقاعد يقدم بالبلاد. هذا شو ظهر من التسجيلات هذه؟ أي هو السؤال اللي تسأل أولا وقبل كل شيء، في دولة وفي حكومة وائتلاف حاكم يحترم نفسه، في دولة مواطنة، في دولة قانون، في دولة شفافة، في دولة ست سنين بعد ما يقولوا لنا ثورة، شنو التسريبات هذيك؟ شنو توتر التسريبات هذيك؟ طيب ما يطرحش سؤال علاش والوقت وأي أهداف منها، وعلى أي حال هي صورة سيئة للائتلاف الحاكم وللحاكمين. أنه رئيس الوزراء عنده هامش انت حرية ما عندوش، أنا شخصيا ما نعتقد أنه صعيب شوي، ولكن وقت اللي تولي البلاد تدار من قبل الناس مش حاطين قدامهم برنامج، مش عاملين رؤية ووضوح للداخل والخارج، مش حاطين خليني نستعمل كلمة خارطة طريق واضحة لإخراج تونس من مأزقها، يمكن علش لا اللي يجيبوه طيع ينجم يولي ينكس بعد مدة، واللي يجيبوه معنى عنده هامش نتاع استقلالية ينجم يخضع لهذا الطرف أو ذاك. الأهم من هذا، الأهم من هذا شنو الرسالة اللي يعطوا فيها من خلال تلك التسريبات، علما أنه اللي حملوها مسؤولية هذه التسريبات نائبة ليلى الشتاوي قالت ما هو أخطر، قالت ثم تسريبات أخرى تتعلق بالأمن الوطني. أنا ما استغربش، أنا ما زال تسريبات أخرى، وهذاك علاش أمس رئيس الوزراء قلت له شد في صحيح رئيس الوزراء شد في صحيح بالطبع هو عطى رسالة. أولا فك مرة عمل ظهور تلفزي جاب أعضاء الحكومة الكل تقريبا كتلامذة في الصف وهو يتكلم، شنو الرسالة اللي حب يعطيها؟ حب يعطي رسالة للتوانسة أنهم رم متضامنين، أنهم رم متكاتفين، أنهم رم متآزرين، والحقيقة غير ذلك. والتسريبات نحكوا عليها مظهر من مظاهر، صحبة صحبة ونية ما ثمش. لكن سي عمار يقول لك سي عمار يقول تسريبات فو بروبليم فو سوجي، نحكيو اليوم على ميثاق قرطاج، نحكيو على خارطة الطريق فيها المعطيات الكافية. يقول لك البارح يوسف الشاهد احنا احترمنا ما وقع وتصديق عليه في وثيقة قرطاج واعطانا ارقام وكذا. يقول لك اخوي هذه تسريبات هذه في كل الديمقراطيات وفي كل السياسات في العالم، هنالك تسريبات وهنالك صراعات سياسية، لكن اعطيني اليوم الحكومة مش عملت. شنو رايك في الكلام تاع يوسف الشاهد؟ شوف اولا هو امس يوسف الشاهد ما تكلمش على التسريبات، ما تكلمش على التسريبات. علاش ما تكلمش على التسريبات؟ لانه كان يتكلم على التسريبات ربما يسربوه من نافذه، سكت عليه وما هوش مهم هذاك. على كل حال شوف احنا امس ثم مفارقه غريبه، ثم جلسه من المفروض المنح الثقه وكا ولا الجماعة عملوها متاع منح ثقة ومتاع مسائلة في النظام الداخلي متاع المجلس، وهذا علاش المجلس بيدو هرب على الشعب التونسي، أغلبيته هربت وهربة من الأول راهو، وين مصلحة الشعب التونسي في تحسين أوضاعه الاقتصادية الاجتماعية في المشاريع القوانين؟ بالنظام الداخلي من المفروض الحكومة تسائل كل شهر، هاو عنده ستة شهور ما جاش، جا المريرة هذه دونك خلطت الوزارة أونتر تون جاو الوزارة في مسائلات نتاع الأسئلة الشفهية، لا ذاك شيء آخر يضمن النظام الداخلي ومسائلة الحكومة بالنظام الداخلي كل شهر. تو تعتقدوا أنت تم خلق القانون معناتها نجم فتح حاله مش قاعد يحترموا فيه القانون؟ لا ماهوش لا 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 ماهوش يحترموا فيه، لا لا ما يحترموا فيه وبإرادة زاد. بالنسبة لوثيقة قرطاج بقطع النظر سيدي على الموقف منها، أخي وثيقة قرطاج ما سمعتوش النهارات
ثم مشكلة كبير. أولا من البداية انتهى ثم البعض اللي انخرطوا في ما سمي حوار وطني ما انسحبوا رواح، والبعض الآخر قال أنا بدو يخرجوا. نظموا جلسة، حاولوا ينظموا فيها الأمور، ولكن الحقيقة ولكن بعد الأخبار نرجع لك بعد الأخبار قبل نسمع في أخبار الرياضة. شنو رأيك في إقالة عيسى حياته انتخابيا؟ هو أنا نهار الأربعاء في الليل نتفرج في برنامج رياضي عاد قالوا عيسى حياته ما يتنحاش خلاص. يا أخي مستنحى عيسى حياته، الشبيبة انت على الشبكة الاجتماعية علقوا وقالوا طاح عيسى حياته من الكاف أو بش يمشي للنداء. هي ما يبقى حتى واحد في بلاستو وكاهو معتا كان يمشي للنداء. شو يعمل عيسى حياته معتا شنو يعمل عيسى حياته كي يمشي للنداء؟ مش يضيف يعلم كيفاش يقعد في الكرسي وكيفاش يترفك. واضح. نرجع لك وثيقة قرطاج حكينا فيها قبل الأخبار. يقول لك يوسف الشاهد مشى مجلس نواب الشعب على أساس أنه يحترم وثيقة اسمها وثيقة قرطاج اللي تفهموا عليها، وهي مبادرة رئيس الجمهورية البيجي قايد السبسي. أنت عندك موقف من الوثيقة هذه سي عمار؟ هو الجبهة الشعبية عندها موقف من الجبهة الشعبية. احنا من الأول وقت اللي كانوا يحبوا يخرجوا سي الحبيب السيد رغم هم جابوه وهم كل القوانين تقريبا اللي اقترحوها الأغلبية والحكومة اتعدت، والتنحية نتاع الحبيب السيد احنا من البداية قلنا المبادرة نتاع قرطاج الهدف منها إزاحة الحبيب السيد لا أكثر ولا أقل، لأنه ما عادش منسجم مع قصر قرطاج ومع شقوق وبعض الرؤوس الكبيره في النداء. وقلنا راهي المبادره الهدف نتاعها مش انقاذ تونس من ازمتها الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه، وانما اعاده الانتشار وباش ندخلوا في محاصصه اخرى ومنطق جديد لاقتسام الغنيمه. هاي الوقائع سيدي بنات سي الحبيب السيد خرج ايه الوثيقه قرطاج. اولا السؤال، هل هو برنامج نتاع حكم تاع وثيقه قرطاج؟ هل هو برنامج حقيقي نتاع إخراج تونس من أزمتها؟ كانت ورقة للتمويه والمغالطة، لأنه الورقة فيها من الأول مبادئ. هما بيدهم قالوا أعلان نوايا، أعلان حسن النوايا، وأعلان حسن النوايا راهو ماهوش برنامج يا سيدي. فلنفترض ما فيها نقاط، هي النقطة الأولى مثلا مقاومة الإرهاب. إيه مقاومة الإرهاب؟ راهو تتطلب حاجة، أولا كيفاش نقاوموا الإرهاب؟ هل نقاوموه فقط بالمؤسسة الأمنية والعسكرية وإلا نقاوموه مقاومة شاملة؟ اللي يحب ينجح في مقاومة الإرهاب عليه أن يقاوم البطالة. لكن يقول لك اليوم استقرار أمني، شوف مشكورين المؤسسة الأمنية والعسكرية وتقدم في تضحياتهم في الخط الأول، ولكن ما عملناش مؤتمر وطني لمقاومة الإرهاب باش نحطوا استراتيجية شاملة لمقاومة هذه الآفة اللي تتغذى من أسباب داخلية وأقليمية ودولية. هو فما لجنة متاع تحقيق تسفير الشباب إلى بؤر التوتر في مجلس الشعب والتوى ما التأمت ظهر ليك. شوف هي اللجنة أولا في تونس وتعودوا به الناس من قبل، راو في عهد ترويكا كانت ثم أكثر من لجنة لاعتداءات على النشطاء على اتحاد شغل، وانت تعمل لجنة أمسح مات ينتهي الحديث. اي ما يتعاملت لجنة على بنما شنو عملوا هك تهريب الاموال؟ ما اجتمعتش مرة ولا اثنين وما عنده حتى صروحية وما عنده حتى اليوم اللجنة اللي تعمل تجديدة هي رئيستها ساعة مشكل رئيستها ما هي ليلى شتاوي نائب الفني دال المتهمة بالتسريبات. شوف هذيك شنو بوش يقع لها توا مسكينة وكذا فما شبهة اليوم والأخيري. لا انا ما نقولش الهجوم على ليلى شتاوي وضح صعيب دو توت لي فاسون اوف بليس يعني على المنكر توا. انا كلامي واضح توا باش يجي شكون اللي مجهد له اكثر الشكوك والاتهامات؟ تيماي ترويكا وتحديدا حركه النهضه. يا حركه النهضه هي في النص بالنصف في اعضاء اللجنه. تاكد كلام ليلى شتاوي وقت تقول التحالف شتاوي وقت تقول اللي التحالف بين النداء والنهضه هو قبر لملف تسفير الشباب وبقطع النظر. ليلى شتاوي قالت هذا 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 معروف ومش كل الملف هذا تقبر تحالف نداء نهضه جاء لقبر الملفات القديمه اللي تتعلق بالمنظومه القديمه وبجرائم الترويكا واللي وقع في كل 4 سنين هذيك نتاع الترويكا
قد يكون في بعض الجوانب منه يتجاوز اللي وقع في 60 سنة. على كل حال وثيقة قرطاج هي سيدي مقالوا باش نقاوموا الإرهاب. هي مقاومة الإرهاب تقتضي وضع استراتيجية واضحة، لأنك في الإرهاب تنجم تربح معركة صغيرة، أما الإرهاب يتطلب خطة شاملة. نقطة أخرى هي نسبة النمو. لا النقطة الثانية قبل عاد نسبة النمو ونضرب صدره وقال البارونات وتوا نحطوهم في السجون واللغة هيحكي على الفساد. هاي يا سيدي هاي ستة شهور تو شنو تم؟ شنو تم؟ الواقع بينات. أنا كل مرة كي جاء مريرة في بعد 90 يوم قلت له فماش فاسد صغير، تو نقول له فماش وحويجة أصغر من صغير. لا لا خي ضحكة يضحكوا علينا. يقول فما هيئة نتاع مكافحة فساد وهي قاعدة لا مقاومة الفساد شوف تعرف تحيل الملفات على القضاء والقضاء باش ينظر فيهم. مقاومة الفساد دون شك تقتضي منظومة تشريعية فعالة، تقتضي مؤسسات، وتقتضي قبل كل شيء إرادة سياسية واضحة في مقاومة هذه الآف. أنا بكل صراحة مش شفتوا بلاد أنت فيها المفسدين والجزء منهم اللي يحكم باش يقاوم الفساد تو هكا تو على من يضحكوا. احنا والرأي العام يتناقل أنه الفساد يضرب في البلاد من فوق اللوطة ويمس المفاصل الأساسية للدولة. حتى هو مين في شورى حتى هو مين في شورى إيه كتقولي رأي عام سي عمار رأي العام والتسريبات الأخيرة إيه فما أحصائيات فما أسماء فما ملفات كتقولي رأي العام يقول فما فساد في الدولة. لا هو أين هو الفساد؟ هو سي يوسف الشاهد بيدو قال عملنا ملفات بالألاف تقدمت للقطب القضائي المالي وللمحاكم ولكل مثلا القطب القضائي المالي عنده 4100 قضية تاع فساد. قديش فيه من قاضي هذا القطب؟ 6 قضاة. على من يضحكوا؟ على من يضحكوا؟ يعني تعجيز على من يضحكوا؟ مش معقول. أنا من البداية قلت أنهم باش يبدوا يحكوا ياسر على مقاومة الفساد، أما يعشعشوا في الفساد لأنه الفساد يعيش معهم ويتعايش بهم ويعيشوا به، وهي اللي هي بيناتنا. هذا وثيقة قرطاج تعرف الرسمي شنو هو؟ الورقة هذيك للتمويه على الشعب التونسي، أما الرسمي في الرسمي هو إملاءات صندوق النقد الدولي. هذا الرسمي واللي أمس هو يقول لا مش إملاءات شو مثل مش إملاءات هو يقول لك تعرف استعمل جملة أنا بقيت حاير كيفاش رئيس حكومة قال اتفقنا على مع صندوق النقد الدولي باش ما اتفقنا حتى على شيء. تو كلام هذا تو جملة ذي في العربية اتفقنا باش ما اتفقناش كلمة حرفين وكتبها. دونك في حين أنه شنو المطلوب من صندوق النقد الدولي أو شنو طالب صندوق النقد الدولي من هذه الحكومة؟ أولا وقبل كل شيء كتلة الأجور والموظفين. هي مش كل تونس والثورة علاش قام في مقام تاع الشغل؟ هي شنو تعمل لهم؟ شنو تعمل؟ معاس تلفت لك توا؟ اي مثال فلاكس نتاعو توا مثال فلاكس الاقتصاد اي اي قالك سيدي هذوما باش مش فقط نوقفوا الانتدابات بما في ذلك عدم سد الشغورات، لا باش نزيدوا ونستعملوا كل اللغة هذيك تسريحة معناها نزيدوا نطردوا. وسي عبيد البريكي كان معاه وزير حكى شوي طردوها فكر يستقيل قالوا والوزارة نحا الخوصة زادة كيف كيف بالضبط مسائل مهمة يهموا تونس وهذا الشيء من الأحزاب ومن المشاكل الأخرى به نحطوا صندوق النقد الدولي على جنب نحطوا أي تدخل أجنبي على جنب ونحاولوا نحكيه بصفة موضوعية في أمورنا الداخلية. نحن عندك أنت سي عمار عادي أنه اليوم في الدولة التونسية فما 813 ألف موظف ما بين إدارة مؤسسة عمومية عادي عندك وانت استشهدت بسي عبيد البريكي قالك سي عبيد البريكي فما معتمدية نرقى فيها 540 موظف يخدموا في مقر المعتمدية فقط عادي سي عمار عندك 14% من الناتج المحلي الخام متاعك أجور في ميزانية فيها عجز وفيها تمويل معناتها قاعدة تجيب فيه من الكريديات وقاعدة تجيب فيه تشيح في البنوك وقاعدة تجيب فيه في المخارج. نشوف الميزانية متاع الدولة سي 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 عمار وانت تعرف هذي خاطر انت نايف مجلس النواب وتعد عليك قانون المالية. الميزانية متاع الدولة شهاري أجور كلها أجور. هذه الدولة أنها منشيرة تنحي الموارد وتصبها أجور وشنية النجاعة متاع الناس اللي تخدم الكلهم في الإدارة هذوم ودخلت انت فهمتي الآلاف ودخلت مئات الآلاف شربحت
معناتها ربحت نقطة متاع نمو وحيدة يتيمة جدك من سيرفيس نون مارشون مش شهري تعطي فيهم اللي متسبين لك في عجز ومتسبين لك في مديونية. ما تراش اللي خلينا من الفامي أنا وحدي معناتها نحاول ندير أمومي أموري بأكثر حكمة وبأكثر تعاقل. يا ولادي راهو الإدارة والدولة ما تنجمش تخدم الناس الكل، راهو فما عدد نجم نخدموه وفما عدد آخر ودورنا الدولة راهو لازم نوفر مناخ الاستثمار الملائم باش تخلي فهمتي شركات تستثمر وباش تخلي فهمتي الاقتصاد ينشط باش يصير الانتداب. راهو الدولة نجمش تنتدب كل شيء، ما نجموش نحلوها مع بعضنا الحكاية هذه. هو شوف دون شك توانسة كي ثاروا على منوال تنمية، ثاروا على سياسات موجودة اقتصادية واجتماعية به الاصلاحات مطلوبة. اما هو السؤال يلا ندرى نعملوا اصلاحات لمصلحة التوانسة وتونس وإلا نعملوا اصلاحات لمصلحة الدوائر الأجنبية دولا أو مؤسسات. دون شك مرة أخرى الاصلاحات مطلوبة. وفيما يتعلق بالوظيفة العمومية أو خلينا نحكو بسهل، أنا بالنسبة لي إيه شعب التونسي محروق على القراية، ينتف في روحه باش يقري بنيته وليده إيه بعد ويمشي يمشي نقولوا له لا ما تسكرت الوظيفة العمومية. اثنين شكون انتدبها مضوكم زعما جات اتحاد الشغل انتدبها، جات المعارضة انتدبتهم، جيت انت انتدبتهم، إيه ما انتدبوه، تم توظيف مش عشوائي فقط تاع زبونية سياسية. إيه هذا موضوع في عهد الترويكا هذا في عهد الترويكا ثم نقول لك نحب نحكي قطع الأرزاق ما ندخلوش فيه. أنا من جهة صغيرة في تونس قفصة فيها ثروة تراب يتباع كبيرة برجالة سي عمر أي لا معناها شوف سيدي توا هذم يحكوا على الإنتاج وعلى العمل وعلى الواحد، أنا ما نجمش تصدق علاش لأنه الواقع عش فيه فيه ثم شركة تاع بيئة وغراسة مسمينها هيك، تو كي تسمع انت شركة بيئة وغراسة تقول ضم خدامة يعملوا في الخضرة ويعملوا في معناها تونس الجميلة. هذم قديش عددهم سيدي في قفص 7500، قديش أجورهم 5 مليار دولار كل شهر، من حق الناس هذيك باش تخدم. هم وصلوا الخدامة وأنا قابلتهم يطالبوا بالخدمة وهم ما يخدموهمش. البعض منهم اللي المثال اللي حكى عليه سي عبيد البريكي أنا نعرفه وين فرديف من الالاف من هذا اللي 7500 ناس ولوش يعملوا في الاعتصامات يقولوا مخدمونا. وشركه فوسفات قفصه والوزاره نتاع الطاقه والمناجم ماهيش عامله برنامج نتاع تشغيل، مول يعمل عسيره يعمل الجامعه. دون شك ثم اصلاحات مطلوبه، واحنا راهو في الجبهه الشعبيه ماناش تاع قطاع عام فقط، راهو قطاع عام صحيح منحازين لقطاع عمومي ودوله اجتماعيه. ثم أساسيات في الدولة ما نقبلوش فيها التفويت مستحيل، وثم قطاع خاص نشيط منتج ومثمر. اليوم في تونس ثم أكثر من 630 ألف بطال، 200 ألف منهم من أصحاب الشهادة العليا. شو الجواب اللي نعطوهم؟ 260 ألف تقريبا أكثر. شو الجواب اللي نعطوهم؟ نعطوهم نقول لهم لا الإدارة معبية الفلوس ياسر ما عادش ما كذا، أيا أنت ما عادوش باش تخدموا ولا نجيبوا لهم الغنايه نتاع اي تو تنتصبوا للقطاع الخاص. خلينا فكره الاستثمار خلينا فكره حتى انا باهي نحب ننتدبهم الكلهم انا هذوما باش نخلصهم سي عمار. ما عندكش فلوس ما عادش عندنا فلوس وسامحني غير الخلاص سي عمار، كي انا بيرو يرفع زوز نحط فيه خمسة خاطر ما كنتش تدخلهم ما نحطوش ماك لازمهم بيروات ولازمهم مقرات وثم بيروات يلزمها أربعة وما فيهاش ايه شوفوا توا شوفوا القضاة ما كنا نحكوا على مقاومة الفساد. هاني انا اعطيتك معطى 4170 قضية في القطب القضائي المالي، ستة قضاة هذا ما يلزمهمش قضاة. انا اعطيتك دولة واضح لا موجودة ريبارتيسيون، فما عباد يقول لك ما توزعنيش في بقعة أخرى خليني هنا ما كانش نعمل لك اعتصام وما تخرجش من البقعة. ما حد مازلت ما فماش اعتصام على ما توزعنيش فماش اعتصام توا على ما توزعنيش. التعليم في الطب في التعليم صارت سي عمار. احنا في الموضوع هذا الهول الرسمي كيف مثلا النقطة الثانية نتاع الشركات والمنشآت العمومية فالسة مش نشوفوا كيفاش فلست يا ماكا ولا نشوفوا كيفاش فلست لو نحاولوا المسؤوليه. انا نعطيك ثم حاجه مثلا صناديق توا صناديق اخي فلوسها منين؟
ما هو من الموظف والخدام ولا هاو ثم خلط في الدولة من قبل ومتواصل بين الضمان والتضامن التضامن الاجتماعي. احنا مع الدولة التضامنية والدستور فيه معاه سيدي باش نعاون او الشعب التونسي اكثر باش يولي معه وزدو حتى اللي يأخذ في 500 اما مش تجي تعطيها من صندوق هذاك. هذا يعمل فما سوء بتاع حوكمة ينجوش نحلوها نحن. الحل سهل به سهل ما فيها شيء. زيد الكوتيزاسيون تاع الخدام وتاع الموظف هذا صندوق التعويض. لا قال تزيد زاد في سنة التقاعد في العمل معاش اي في عاد يخرج ستين يخرج ثلاثين. هما باش نقول لك حاجة هي اللي لازم ناخذوا بعين الاعتبار عندك مشكلة نتاع بطالة وهذا عبارة قنبلة موقوتة في على السلم الاجتماعي واحنا نحبوا بلاد فيها سلم اجتماعي اي كي هذم لا فما موضوعات تزيد عامين ولا ثلاثة شنو اللي باش يوقع لهم الناس هذوك مصحاب شهاد او غير خي ما باش تزيد تعمل كي تزيدوا عام ولا عامين اللي قبل ما يخرج ريتريت كيما في المانيا تحطوا في دي فونكسيون دونكادرومون يولي هو يأطر لا نوفيل ريكرو اللي حطوه في حطوه في حاجة توا قاعدة تعمل وتو تشوفوا شنو التبعات نتاعها على السلم الاجتماعي. هذا اللي قالوا له عقد كرامه. خلينا نشوفوا خاطر الوقت يدهمنا سي عمار. موضوع مهم بعجاله موضوع خصخصه المؤسسات العموميه ولا البنوك العموميه. اليوم الدوله عندها 213 مؤسسه عموميه. اليوم الدوله تلقاها في مجالات متعدده تنافسيه فما شركات في وسطها نتاع خواص والدوله تنافس في الخواص. تلقاها في مجالات اللي الدوله ما عندهاش مصلحه حيويه ومصلحه استراتيجيه فيها. بالنسبه للقطاع البنكي اليوم نلقاو الدولة حاضرة بكثافة في قطاع بنكي بحداش مساهمة في حداش بنك وبثلاثة بنوك عمومية. ما تراش أنه الدولة وقيد باش تدخل أكثر نجاعة في تسيير دولبها؟ معناتها نجي أنا ما قلناش نبيعوا كل شيء نقولوا مثلا القطاع البنكي نعمل بنكة صحيحة عمومية تمول الفلاحين وتمول المهن الصغار وتمول الحرفيين وتمول الطبقة المتوسطة وخلي الباقي نبيعهم نربح فلوسهم. ساعة أول حاجة مش ندخل فلوس أنا فريشك ندخلها في الميزانية بتاع الدولة فعد نقعد نمشي صندوق نقد الدولي ونمشي معناتها للبنك الدولي ونحاول ندخل اكثر نجاعه في تسيير الدولي. هذا ثلاثه بنوك تنافس في نفسها معناتها هذا ثلاثه بنوك عموميه ينافسوا في بعضهم شنو الفايده؟ هذا موضوع يتناقش ومره اخرى لازم نتفقوا شنو هو الاستراتيجي وشنو هو المش استراتيجي. واضح كلامك معقول. لازمنا نتفقوا فيه. الاتحاد العام التونسي الشغل واحنا معاه عنده تصور الى اعاده الهيكله والاصلاح في المنظومه الماليه. اما اللي قاعدين نسمعوا فيه مخيف لان دوله قد تخرج من كل ما هو استراتيجي. والقطاع الخاص نفسه وانا ما عنديش مشكله مع القطاع الخاص مش عنده صعوباته مش ثم شركات فالسه في القطاع الخاص مربوطين بالوضع الاقتصادي لكن مسيرين خير من القطاع العام صدقني مش كل اي مش كل ثم هذم نقول لك ليتا ايمو في جيستيونير هذه قاعده اقتصاديه راهو سي فين فما الدوله فين فما فساد اي ولا ما ثم فين دولة وقت تولي الدولة متاع المفسدين هذوما تولي ثم فساد. علاش احنا ما نقول ما نصلحوش؟ علاش احنا وهنا نرجع القضية الأساسية. الفساد قضية أساسية يتعلق بها تحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية. إيه الفساد باش يقاوموه بالخطب ولا بالتشريعات؟ إرادة سياسية واضح بالتشريعات. أسئلة سريعة سي عمار قبل ما نختم معاك. اليوم تحكي على أنه النظام الحكم أو الائتلاف الحاكم مجزأ ومفتفت و و و أنه تسريبات وكذا داخلين بعضهم جماعة وكأنه الحكومة وكأنه المعارضة اليوم موحدة. ماهيش موحدة المعارضة اليوم. كل واحد في شيرة كل واحد الأيديولوجيا نتاعو كل واحد في 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 كرسية. علاش اليوم المعارضة مجزأة اليوم؟ شوف المعارضة شيء والحكم شيء. الحكم راهو من المفروض عملوا برنامج وعملوا تحالف متفقين فيه باش يحكم. هذا مش حاصل والوقائع تدل الكل ان ماهوش متفاهمين على الكراسي. الخيارات متفقين عليها راهو هم متفقين عليها. بالنسبة للمعارضة معارضات وخليني نقول انا بكل صراحة ثم في داخل المجلس اختلال رهيب في موازين القوى. مصلحة تونس يلزمها حكم قوي وائتلاف قوي اما مش بالبطش والتنكيل راهو. اما ما تراش انه الكتل المعارضه اليوم قويه معناتها عندك سليم الريحي عندك مشروع تونس مرزوق الكتله الحره عندك باريكزومبل الجبهه الشعبيه عندك برشا معارضين. المعارضه معارضات لكن ماهيش واحده. المعارضه معارضات اي تتوحد 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 راهو ماهوش بالرغبه نتاع الناس. مش برغبتي وبرغبة هذاك ثم مسار يلزم يتم. والأهم من هذا هو أنه فئات واسعة من الشعب التونسي
قاعدة تتوحد توا ولو بصعوبة. البلاد راهي تغلي في كل بلاصة مشكل. أنا نهارت مشيت المصحة نتاع جبل الوسط هون 22 خدام عمل عراضيين عاملين اعتصام في جبل الوسط اللي هي واحدة من المفاخر نتاع وزارة الصحة واللي كانوا الرياضيين والفنانين والتوانسة حتى المقدرة نتاعها ينجموا يمشوا ثم. أي. السؤال الأخير سي عمار سؤال تاريخي نحكي على أول انتخابات رئاسية والتشريعية تم اقتراح عليكم أنه تشاركوا في الحكم وأنكم تكونوا مع أنت ائتلاف حكم مع نداء تونس وأنتم رفضتوا من الأول شوف في 2014 احنا 14. في 2011 وفي 2014 اللي ربحوا ساعتها أو ربحوا تو طرحوا على الجبهة الشعبية هيو أحكموا هاو الجواب نتاعنا احنا مانيش خايفين من الحكم ومستعدين إلى الحكم ومبرر وجودنا هو باش ندافع على الناس أما كي ندخلوا نحكموا مع ناس من غير برنامج ومن موقع الضعف شنو اللي باش يوقع باش يولي مصيرنا كيما وقع لغيرنا من الجمهور إلى التكتل إلى آخره احنا كانوا الغاية من الحكم الكرسي يهزوا الكرسي كانوا الغاية من الحكم وهذا غايتنا اصلاح اوضاع تونس احنا مستعدين يقدر فصلوا على خاطر مبارك الابراهيمي ما كانش نائب رئيس مجلس النواب الشعب ذاك علاش انتم رفضتوا دخول الحكم نداء اكبر اكذوبه في تاريخ تونس اكبر عمليه تحيل وغش وقعت اللي صوتوا له وعطوا فيه ثقه باش ما يمشيش مع الناس هذه حاجه واضحه اثنين احنا بعد اعلان النتائج احنا ما عندناش تذكير على اي شيء تم لقاء وبمثابة الاختبار لنداء تونس حضرت أنا والرفيق منجي الرعوي مع قياداته التاريخية اللي فيها تو شكون خرج وشكون رئيس المجلس الحالي وطلبنا أمر أول عبارة على التحالف هو أن تكون امرأة وإحنا معاه نساء تونس نائبة رئيس ما قلناش رئيس اثنين تحمل رمزية نتاع الاستشهاد والدم مباركة الابراهمي زوجة الشهيد محمد الابراهمي رفضوا لأنه ما ينجموش لأنه ثم مطرقة كبيرة في الحكم والتحالفات من برا وثم خياراتهم زادة عندهم مصالح اليوم الناس تشوف هذا يعارك في الأخر مش على كيكة لأنه ثم مصلحة اقتصادية كبيرة لهذا وذاك هذوكم عندهم مصالحهم وعلى اي حال الطريق اللي يمشوا فيه وين هز تونس هذا هو عمار عمروسي النائب عن جبهة شعبية شكرا لك على قبولك الدعوة في كابوتينو كاب اف ام الكلمة ليك